حبيبي يا بورجان. على كم بدك كتير لسه؟ ها انا لسه عندنا ابونا كتير يا راجل. خلص الان. يا ابني يا راجل صبت 2008 تم طبعا بطع رجلي وتعالجت، قعدت يعني 8 شهور تقريبا علاج، بعدين قعدت في الدار طبعا ما انت عارف بعد الاصابه قعدت تقريبا سنتين ثلاثه، بعدين الواحد خلص ما بيقدرش يتم وقاعد، ونزلت طبعا كنت اشتغل قبل هيك في شغله المباني، وبعديها حاولت شويه شويه لحد ما ربنا راد ورجعت على عملي نفسي تاني. حبيبي يا بديع هون حبيبي كمان.